إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا هي أن هناك أعمالا لها أثر في المستقبل، وهناك أعمال لا أثر لها في المستقبل إطلاقا. مثلا من واقع الدنيا، لو ذهبت إلى بلد ودرست اختصاصا نادرا، هناك اختصاصات تدر على صاحبها في الشهر 1,000,000 ليرة. لو ذهبت إلى بلد وأمضيت فيه 4 سنوات ودرست ونلت شهادة نادرة جدا، المؤسسات الضخمة بحاجة إليها. أو لو جلست مع أصدقائك تلعب النرد، كلاهما عمل. العمل الأول له أثر مستقبلي، هذه الشهادة هيأت لك دخلا فلكيا، بينما لعب النرد ليس له أثر إطلاقا في المستقبل. الآن هذا المثل منطلق: لو أنك آمنت بالله، لو أنك تعرفت عليه، لو أنك فكرت في ملكوت السماوات والأرض، لو أنك تعرفت إلى منهج الله، لو أنك حملت نفسك على طاعته، هذا عمل، لكن أثره المستقبلي جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. بينما كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت، مهما بلغت من مكان رفيع، مهما بلغت من ثروة طائلة، مهما بلغت من عز الدنيا، لا بد من أن يوضع الإنسان في القبر، فالذي يحصله في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. لذلك هذا الحديث القدسي يقترب من سورة العصر: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن، إن الإنسان لفي خسر، خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه. أنت 4 أيام، كلما انقضى يوم انقضى 4 منك، مضي الزمن يستهلكه، فالإنسان خاسر لأنه يتناقص. لو أن لأحدنا عمراً 67 عاما، كل ثانية تمضي يقترب من نهايته. نحن 4 أيام عشنا إلى هذا الرمضان، ولا ندري أنعيش إلى رمضان آخر؟ لا أحد يضمن أن يعيش ثانية بعد التي هو فيها، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلذلك هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، الذي هو رأس مالك، الذي هو أثمن ما تملكه، هذا الوقت الثمين ينفق على طريقتين: إما ينفق استهلاكاً كلعب النرد، ما استمتعنا بالحياة وجلسنا في بيوت جميلة وانتقلنا إلى أماكن جميلة وأكلنا أطايب الطعام واستمتعنا بكل ملذات الحياة، يأتي ملك الموت ليأخذ منا كل شيء. بربكم، لو أن أحدا منكم يعني ذاق ألوان الطعام الطيبة في ولائم عديدة، ثم آلمه سنه ألما لا يطاق، لو تذكر طعم الطعام الذي أكله هل يذهب عنه ألم سنه؟ إذن الاستمتاع بالحياة ليس له أثر مستقبلي إطلاقا. الاستمتاع بالحياة وهو ديدن أهل الأرض، أهل الأرض ديدنهم الاستمتاع بالحياة.
يأتي ملك الموت فينهي كل شيء. الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي الموت كل شيء، وترون أنتم بأم أعينكم كيف أن ملوكا وأغنياء غادروا الدنيا، شأنهم شأن أي إنسان على وجه الأرض، كل مخلوق يموت. فيا أيها الإخوة، هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، إما أن تنفقه في عمل له أثر مستقبلي بعد الموت. لذلك جاءت الآية الكريمة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يومك إن خلى من زيادة علم بالله ومن عمل صالح تتقرب به إلى الله ومن دعوة إلى الله بشكل أو بآخر ومن صبر عن معصيته وعلى طاعته وعلى قضائه وقدره، فهذا اليوم خسارة. ولو بعت بمليون ليرة، لو حققت ربح مادي فلكي، هو خسارة عند الله. إن الله هو الذي يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فابن آدم تفرغ لعبادتي. هذا الوقت أيها الإخوة له زكاة. كيف أن للمال زكاة؟ للوقت زكاة. إن أنفقت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وإن أنفقت زكاة وقتك حفظ الله لك بقية وقتك وبارك الله لك في وقتك، وفعلت في الوقت القليل الشيء الكثير. وأما الذي لا يقتطع وقتاً من وقته لعبادة الله يقول لك لست فارغاً، مشغول. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع. لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تفرغ، لا بد من وقت فراغ. إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار. الآن إذا أديت زكاة وقتك فاقتطعت من وقتك وقتا لعبادته، لأداء الصلوات الخمس بإتقان، لقراءة القرآن، لحضور دروس الإيمان، لدعوة إلى الله، لعمل صالح، لصلة ذوي القربى، لخدمة المؤمنين. أنت حينما تعمل عملا صالحا تنفق الوقت استثمارا. هذا الذي ذهب إلى بلد غربي ودرس ونال شهادة نادرة جدا، الآن درت عليه كل شهر مليون ليرة. إذن الوقت الذي أمضاه في الدراسة ليس ضائعاً، وقت مستثمر. وأنت في هذه الدنيا المحدودة، إذا عشنا استرخاءً واستمتاعاً بالحياة أنفقت الوقت إنفاقاً استهلاكياً. متى نتألم؟ حينما نغادر الدنيا. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. هل تصدقون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه فرأوا قبراً، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركات عملاقة فائض أرباحها يساوي ميزانيات دول. في شركة يعني أرباح السنوية يساوي الدخل القومي لمجموع الدول. لو أنك تملك مثل هذه الشركة هي ملكك، ولم تحقق
الذي خلقت من أجله فأنت خاسر. أيها الإخوة، ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول. يعني مثلا لو أنك أتيت بشهادة عالية وفتحت عيادة ووضعت على باب العيادة أن أوقات الزيارة بين الخامسة والسابعة، وجاءك مريض في الساعة السادسة، هل يمكن أن تقول له أنا مشغول؟ لماذا أنت هنا؟ بتقول مشغول لشيء من الدنيا، بتقول مشغول لعمل تافه، لعمل سخيف، لعمل لا جدوى منه، لعمل ليس له أثر مستقبلي. أما أن تقول مشغول لأداء عبادة، مشغول لأداء صلوات، مشغول لقيام الليل في رمضان، مشغول لطلب العلم، مشغول لتربية الأولاد، ابن آدم تفرغ لعبادتي. أملأ صدرك غنى، تحس بالغنى، تحس بالتوازن، تحس أنك بعين الله فإنك بأعيننا، تحس أن الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك، تحس أنك وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أنت حينما تتفرغ لعبادة الله ينطبق عليك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإحساس بالتيسير إحساس لا يوصف، الأمور كلها تجري لصالحك، الأمور ميسرة، عملك ميسر، زواجك ميسر، تربية أولادك ميسرة، تزويج بناتك ميسرة. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن. الحديث القدسي: إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. متى تكون خيبة الأمل؟ متى يكون الشعور بالخسارة؟ عند مجيء ملك الموت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: كلا. أيها الإخوة، نحن أحياء، والحياة من أعظم النعم. إنك في الحياة تتوب إلى الله، وفي الحياة تتدارك كل تقصير، وتصحح كل خلل، وتسد كل فجوة ما دمت حياً. أكبر نعمة أن القلب ينبض، بإمكانك أن تفعل كل شيء. أما إذا ابتعدت عن منهج الله كنت في خسارة ما بعدها خسارة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً، مشغول. أندم الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً، أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، أندم الناس عالم دخل بعلمه النار والذين علمهم دخلوا الجنة. فالقضية خطيرة جداً. إن تفرغت لعبادة الله ملأ صدرك غنى وسد فقرك. يعني كيف أنك تؤدي زكاة مالك ليحفظ الله لك بقية مالك، عليك أن تؤدي زكاة وقتك. إن أديت زكاة وقتك
بالتفرغ بعبادة الله يمكن أن تفعل في الوقت المحدود الشيء المستحيل، عندئذ يبارك الله لك في وقتك، أمورك ميسرة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الأمور ميسرة. هذا الحديث أولا صحيح، ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، لأنك من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أما الذي يتفرغ لعبادة الله يملأ الله له صدره بالغنى وأسد فقرك، تأتي الأمور كما تريد، الأمور ميسرة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، والحمد لله رب العالمين.